يا مساء الرضا والسعادة على كل مشاهدي قناة تن، وبالتحديد مشاهدي حكايات بنات. الحكاية اللي معانا النهاردة هي حكاية بنت، بس الحقيقة لما جيت أقرأ كده وأذاكر فيها شوية لقيتها حكايات بنات كتير قوي. بطلة حكايتنا النهاردة بنوتة جميلة، عاشت سندريلا في بيت أبوها وأمها، وبعدين جالها عدلها، اتجوزت، ربنا الحقيقة جبر بخاطرها وصرف لها عيلين زي القمر، يوميا تصرخ منهم، بس بعد ما تصرخ على طول تقول يا رب احرمني من نور عيني ولا تحرمني من عيالي. نزلت اشتغلت، بقى في مسؤوليه عيال، بقى في مسؤوليه شغل. بيجي عليها وقت بالليل كده تقول لنفسها ايه هو انا، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ هو ايه موضوع السترونج اندبندنت وومن ده؟ انا ولا قادره اشيل مسؤوليه ليا انا شخصيا، ولا قادره اشيل مسؤوليه عيل، ولا كمان قادره اشيل مسؤوليه شغل. وتبدا عقده سندريلا. قريت قبل كده انا المصطلح بتاع عقده سندريلا. ايه هو عقده سندريلا؟ عارفين كده كلنا بيجي علينا وقت بالليل بعد ما نكون مثلا اتجوزنا وخلفنا وخلاص احنا في عز المعركه، تروحي كده تقولي لنفسك ايه هو انا اللي عملته في نفسي ده؟ ما انا كنت قاعده في بيت امي وفي بيت ابويا، واقصى شقه ممكن اشقى في حياتي ان اتعارك مع ماما يعني على غسيل الاطباق. هو انا خلاص كده شبابي راحت عليا؟ هو انا خلاص ما بقيتش عندي وقت لنفسي ولا بقيت عارفه اعمل حاجه؟ وهنا لازم نقف شويه، لان هي مش بس عندها مشكله في تنظيم وقتها، لا، ولا بس عندها مشكله في ولادها اللي قد تكون مش عارفه تتواصل معاهم، لا، هي ما بقتش عارفة إيه بيبسطها قبل بعد الجواز زي ما كانت عارفة إيه بيبسطها قبل الجواز. حتى الحاجات اللي بقت بتبسطها أو هي بتعتقد إن هي بسطاها بقى مشترك معاها فيها ناس تانية، ولادها وجوزها. يعني مثلا الشوبينج بتاعها قبل الجواز ممكن تنزل تجيب قلم روج، قلم كحل، تنزل تقعد على كافيه مع بنات صاحباتها، تنزل تتمشى في الشارع كده على النيل، تمسك موبايلها. كان ما كانش عندها خطة في حياتها غير نفسها. بعد الجواز وقتك بيتقسم مش على اتنين زوج وزوجة، ده بيتقسم على زوج وزوجة وطفل واتنين وتلاتة، الله أعلم هنجيبي كام عيل وكمان شغل. بيجي عليها وقت كده وتقول هو انا خلاص راحت عليا، طب اعمل ايه؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه، انا لا فلحت في شغل ولا فلحت في تربيه عيال، ولا جوزي شايفني نجلاء فتحي، هو انا فاشله. ومن هنا بيجي بقى المصطلح بتاع المي تايم. يعني ايه المي تايم؟ المي تايم هو وقتك الخاص بيكي انت. يعني ايه وقت خاص بيكي انت؟ يعني ساعه في اليوم. ساعه في اليوم دي من حقك تسالي نفسك فيها انا ايه بيبسطني لوحدي؟ يعني ايه انا ايه بيبسطني لوحدي؟ يعني محدش هيشاركني في الحاجه اللي هتبسطني دي، لا عيل ولا زوج ولا اي حد. ممكن اتبسط بمزيكا، ممكن ناس تانية تقول لك انا عايزه الساعه دي انامها اريحها، ممكن ناس تانية تقول لك انا عايز انزل امشي في الشارع اخد كوبايه قهوه لوحدي من غير حاجه، عايزه احس ان انا لسه حره نفسي وبطولي. كل واحده مننا المي تايم بيختلف حسب شخصيتها. وهنا السؤال، مهمتنا في الفقره دي ان احنا نعرف الست اللي بتشتغل ومتجوزه وعندها عيل واتنين وتلاته، انت لسه فاكره ايه اللي بتحبيه؟ لسه فاكره ايه الحاجه اللي كنت بتضيعي فيها وقت بالساعات ومش حاسه بالوقت ده؟ منورني ومشرفني النهارده في فقرتي الاستاذه الجميله كريمان ماهر، لايف كوتش وخبير التنميه الذاتيه، وكمان نورهان صلاح. بالمناسبه نورهان انت محاميه. انا هبدا من عندك علشان انت حكايتك مشابهة جدا لبطلة حكاية الحلقة النهاردة. انت اشتغلتي محامية وبعد درستي يعني حقوق، وبعدين اشتغلتي فترة مذيعة وربنا كرمك بأطفال، وبعدين فصلتي ودلوقتي انت بتعولي أطفالك تماما بدون زوج. الدنيا ماشية ازاي؟ بيجي عليكي بالليل كده تقولي لنفسك هو انا اللي عملته ده؟ مش بتكرهي الأمومة، بس اللي هو فكرة ايه؟ انا فين من الدايره دي؟ هو انا كان مالي؟ ما انا كنت قاعده في البيت. هو انا ايه اللي انا اللي هي عقده سندريلا؟ الوقت ده بيجي عليكي؟ طبعا بيجي عليا الكلام ده كتير، بس انا في الاول الاحساس بتاع الامومه بيبقى مسيطر عليكي الفتره الاطفال فيهم صغيرين، فهو اعتمادهم الكامل عليك، فانت مش فاضيه حتى تفكري في نفسك. انت ما عندكيش وقت، يعني انت حاسه ومسؤوليتك ان ولادك دول هم اللي محتاجين وما لهمش حد غيرك. يعني حتى لو باباهم معاكي هو مش هيعرف يعمل لهم اي حاجه. في فتره كده للاطفال
اللي هو لغايه حتى ما يوصلوا 10 سنين 11 سنه، اللي هو انت اللي بتاكلي، انت اللي بتشربي، انت اللي بتذاكري، انت اللي بتتابعي مع الطفل. فانت 10 سنين من حياتك دول بدايه كده انت مش عارفه انت فين، ما سالتيش نفسك اصلا، انت ما عندكيش وقت، انت دايره جوه الدوامه. بس انت اشتغلتي وانت متجوزه؟ اشتغلت وانا متجوزه لفتره 6 سنين او 7 سنين. كنت بصحى 5 الصبح عشان اقدر اعمل الاكل، عشان لما الاولاد يرجعوا من المدرسه يلاقوا الاكل واقدر اذاكر لهم، ما نضيعش الوقت اللي باقي. انا بقى اللي كنت مطحونه بقى. طب جالك احساس، ما هو ده بقى السؤال هنا، جالك احساس ان انت مش عارفه تعملي احسن حاجه في الشغل، ومش عارفه تعملي احسن حاجه في اهتمامك بولادك، ومش عارفه انت اصلا شخصيا مبسوطه ولا لا، كنورهان؟ جات لك اللحظه؟ احساس المسؤوليه عندنا دايما الست بيبقى عندها احساس المسؤوليه عالي قوي، انها في حته ناقصه. الولاد مثلا لو درجاتهم اتاثرت او اي حاجه تقولي ما هو الله يكون في عونهم، ما انت جيتي متاخر من الشغل فما لحقتيش تذاكري لهم. البيت مثلا، طب ما هو برده مش هيبقى 100 100 يعني. بتلاقي نفسك صحتك كمان بقى، هو كل ده مأثر عليكي، وبالتالي برضو انت الشغل ما بتقدريش تأثري فيه. اعتقد ان اللحظه دي بتبقى لحظه كلها اسئله ملهاش اجابه، كلها اسئله ملهاش اجابه. انا مين؟ انا فين؟ انا ايه اللي وصلت له ده؟ هو انا كان صح ان اتجوز ولا يكونش صح ان انا اتجوز، بس كان غلط بقى ان انا استعجل في الخلفه، ولا يكونش؟ كلها اسئله وجوديه ملهاش اجابه. ومن هنا خلينا نروح بقى لكريمان، مصطلح السترونج اندبندنت وومن او المراه القويه المستقله، من وجهه نظرك المصطلح ده بجد حقيقي، ولا ده مصطلح سمعنا عنه مؤخرا وبدانا ننفذه واحنا مش فاهمين مسؤوليته الحقيقيه عامله ازاي؟ هو احنا الحقيقه نفسنا نعرف مين اللي قاله. يعني احنا عايزين نجيب الشخص ده، لانه بنلاقي انه لا على فكره انا ولا سترونج ولا اندبندنت ولا عايزه ابقى اندبندنت ولا انا مش عايزه الكلام ده اصلا. ساعات بيطلع مننا احنا كنتيجه غضب على حاجات بتتفرض علينا، فبنحس انه لا على فكره انا مش محتاج حد في حياتي، انا سترونج اندبندنت، امشي الاقي الدنيا اتقل مني بكتير قوي، فاقول لا انا مش هقدر ابقى سترونج اندبندنت. بس هنا يوجوالي الحل بيبقى السلف ديفلوبمنت. يعني انا سمعت منك كلمه وانت بتقولي اللي هو طب اعمل ايه؟ على فكره ليها طريقه، في ناس عندها كل المسؤوليات دي وعايشه مبسوطه ومرتاحه، لان الهدف في الاخر ان يبقى مبسوط. انا برضو بيتهيالي ان الطريقه، يعني الناس اللي محققه المعادله ومش محققينها، هما بس ما بيعملوش اللحظه اللي لسه كنت بكلم نورهان عنها، بيتهربوا من السؤال ده، بس هما مش مرتاحين بالمناسبه. يعني مش هقول كل الناس كده، بس نسبه كبيره من اللي متعايشين مع شغل وزوج واولاد والدنيا ماشيه مش ماشيه، هي بتبنج نفسها. فاهمه حاجه؟ هي في فرق فعلا، يعني في ناس فعلا بتبنج نفسها لمجرد اني ابان مبتسمه وسعيده، وفي ناس اشتغلت على نفسها دي عرفت هي بتعمل اللي هي بتعمله ده ليه. يعني هي ليه اصلا متجوزه ومعاها عيال؟ بتاخد ايه من ده؟ وعملت حاجه بنسميها الهارموني، عشان الناس دايما كتير تقول لك بالانس، تقول لك اعمل بالانس. ده مش حقيقة، مفيش حاجه اسمها بالانس، مش حقيقه، ده شيء غير واقعي بالمره. ما اعتقد برضو، صححي لي، موضوع السترونج اندبندنت وومن او الست المستقله اللي قادره تعمل كل حاجه، بالمناسبه احنا نقدر نفايت، بس هتفايتي في ايه بقى؟ اختيارات المعارك طبعا. يعني مثلا وده دردشه، انا مش باجزم ان احنا لازم نفايت في المطبخ وفي الولاده والحمل والخلفه والرضاعه، بس ما بقولش ان دي بس المهام بتاعتنا، ولكن ربنا خلق للراجل معارك ياخدها ومن هنا اداله القوامه طبعا، وخلق للست معارك برضه تاخدها طبعا. بالمناسبه ده بيحارب ودي بتحارب، كون ان الطرفين شايفين، كل طرف شايف ان انت بتحارب اكتر ولا انا بحارب اكتر، فدي قصه تانية نتكلم فيها بعدين. بس الفكره ان احنا برضو بنحارب، ما تستقليش بحرب المطبخ، ولا تستقلي بحرب مشوار التمرين، ولا تستقلي بصحيان بدري، ولا تستقلي. صح ولا انا بتكلم غلط؟ انا ممتنه قوي، ممتنه قوي انك قلت الجمله دي، لان دي كبيره قوي. احنا ما بنشوفش ده، يعني احنا بنعمل بننجح كل ساعه وما بنشوفش ده. طيب خليني بقى اروح لنورهان. انت شويه تجربتك كانت قاسيه، لان انت مش بس بتعاني من فكره ان انا معايا راجل ومعايا عيال ومعايا شغل وتايهه، لا ده انت بين يوم وليله فجاه بقيتي بطولك. والمثل اللي بيقول القفه اللي بيشيلوها اتنين، بقيتي يا كبد امك شايلاها لوحدك ومعاكي ولاد وبتاع. الجيم ده خدتيه ازاي؟ وانا هسميه جيم عشان انا عايزه اشوفك سموز، مش عايزاك تعيطي، فانا هسميه جيم. لا 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 خالص، بس هو في الاول بتبقى صعبه بصراحه، لان انت طبعا اي ست
بتبقى شايله جزء كده للراجل اللي هو ده اللي هيعمله، ده المسؤول بيه. عربيتك باظت، السباك جاي، الكهربائي جاي، الحاجات دي اللي هو الراجل ساعات بيبقى المفروض يبقى متواجد. فانت فجاه لقيتي مسؤوله عن البيت والولاد وتدريب ومذاكره ودروس، وانت برضو عايزه تدوري على نفسك في وسط الكلام ده كله. انت مش عايزه تحسي ان انت اله كده بتعمل مهام لناس تانية. انت عايزه تدوري على نفسك في وسط الليله دي. فلقيتني ان انا لازم اوقف شغلي، عملت شيفت كارير، وقفت مع نفسي كده قلت لا انا مطحونه، انا ما حدش حاسس بيا، انا لازم اقف كده مع نفسي واشوف انا فين نورهان في الليله دي. الليله دي مين اللي هيشبع رغباتي اللي جوايا اللي انا ادور عليها؟ الاجابه كانت ايه؟ يعني هل لما سالتي نفسك السؤال العظيم ده اللي انا بشوف ان هو رمانه الميزان بتاعت الحلقه دي، الست المتجوزه او المنفصله او اللي عندها تاسكات كتير جدا، لما سالتي نفسك السؤال ده اكيد روحتي لفكره انه انا ايه بيبسطني؟ اكتشفتي ان ايه اللي بيبسطك؟ كانت في حاجات انا كنت بعملها قبل ما اتجوز انا كنت بحبها، كنت مهتمه جدا بالفاشن، بالميك اب، باللي هو التجميل، الحاجات اللي هي بالتجميل، وكنت بحب الاذاعه. فابتديت بقى اخد كورسات، يعني ابتديت بقى اعمل بقى، دخلت كورسات في الاعلام والحمد لله نجحت فيها. وبعد كده خدت كورسات بقى للبشره ولازاي يعني الواحد يعتني ببشرته. قطعتي شوط حلو لان انت عرفتي ايه اللي بيبسطك حرفيا. ستات كتير قوي، واتمنى بجد تجاوبونا على السؤال ده، الست اللي بتتفرج علينا دي عارفه ايه اللي بيبسطها؟ ده السؤال الاهم. انت تقدري تفتكري زمان كان ايه اللي بيبسطك، او دلوقتي بقى بعد ما بقى عندك التزامات ايه اللي بيبسطك؟ خلونا ناخد انجي من الفيوم. مساء الفل انوج. مساء الخير، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. البرنامج تحفه وانا مبسوطه قوي ان انا بتفرج عليكم. الحلقه موضوعها جميل جدا بجد بجد. مش عارفه اقول ايه كمان، انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك. قولي لي انت متجوزه انجي؟ متجوزه معايا ولدين. اسم الله ربنا يفرحك بيهم يا رب. إيه متجوزه بقالك قد ايه؟ 20 سنه. اسم الله، ده انت وصلتي لبر الامانه اهو. حقيقي دي حقيقه، انا عندي زوج جميل حقيقي. طول الوقت بقول ما استاهلش تراب رجليه حقيقي. وعندي ولدين حلوين، وبرضو عندي حدوته حلوه قوي، اتمنى ان انا اكون معاكم في يوم من الايام. ده شرف لينا اكيد تنورينا. بس انا عايزه اعرف، زوجه متجوزه النهارده بقالها 20 سنه، يعني انت خلاص نضجتي بشكل كافي، اسم الله ولادك دلوقتي سنهم كويس، يعني ما بقاش عندك الحاجات اللي عند نورهان، فكره ان انا بغير للولاد بودي مدارس مش عارف ايه. النهارده بعد ما قطعتي الشوط ده كله، اكتشفتي ايه اللي بيسعدك وبتعمليه في اليوم ولو لساعه؟ اكتر حاجه بتسعدني ان انا بخلي طول الوقت بالي من ولادي، اخلي طول بالي من ولادي. انا عايز اعرف ايه اللي بيسعدك انت يا انجي؟ بتسعدني انا صدقيني، هو انت قلتي وقتي، لو ليا ساعه في اليوم بتبقى حاجه هايله جدا. بس خلي بالك، انا من الناس اللي دايما بقول ان الست لازم يكون ليها وقت لنفسها. احنا شله حلوه قوي، عندنا اصحاب ستات، بنخرج مع بعض وبنسافر وبنعمل كل حاجه. فمش من هوات قوي ان انا ابقى قاعده في البيت 24 ساعه يعني، بس عندي شغلي وعندي دنيتي. ونورهان جميلة قوي، ضيفتك التانية انا مش عارفة اسمها. كريمان. نريمان. منورين الدنيا يا حبيبتي. نورك، انا بجد مبسوطة بيكي جدا، ومبسوطة بالمكالمة دي، علشان انا كنت متصورة ان انا هسمع شكاوي كتير جدا، فانا مبسوطة. لا خالص، حقيقي الدنيا كويسة مش وحشة، بس احنا لازم نحاول نشكر ربنا اكتر يعني على النعم اللي عندنا. بس ده رضا، خليني اقول لك بجد، طبعا انت نورتيني وشرفتيني يا انجي. اللي انت فيه ده رضا ونضج، وانت بقيتي عارفه نفسك قوي 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 قوي، واعتقد ان اللي انت وصلتي له ده، او العلاقه اللطيفه دي، او الرضا اللي عندك ده، جوزك ليه فيه نصيب، معاملته الطيبه معاكي هو ليه نصيب فيها، عيلك كنتي محظوظه شويه في عيلك، برده في مثل كده يقول لك ملك مربي من عند ربي، برده العيل ساعات بيبقى نفسه هادي، فانت محظوظه وكمان راضيه. خلينا نرجع لكريمان. انا بقى عايزه اتكلم عن الحالات الاصعب. ست تتفرج علينا النهارده، تعالي نقول مثلا ان هي متجوزه بقالها سنتين. سنتين، فهي خلاص خلصت الفتره في الاول بتاعت الدلع، بتاعت الجواز، عزومات، مش عارف ايه حاجات، وبدات بقى يعني ايه، بدا يبقى في حمل، او مثلا يعني بتتعود ان هي تبقى ام وحاجات، وخلفت الحمد لله وكل حاجه، الدنيا تمام وشغاله،
قوليلي الست دي ازاي ممكن تعرف هي بتحب ايه؟ الديبيت اللي بينها وبين نفسها. خلي بالك ان في ستات كمان متعرفش تقيم حوار بينها وبين نفسها. يعني في ستات يقولك يا اختي هو انا هكلم نفسي؟ تفرضي حد من العيال عدى قدام باب الاوضه يقولوا عليا اتهطلت. هو انا عايزه اتكلم عن فكره نفسنا عادي يا جماعه، بس حابه اوضح المعلومه دي. عايزه تكلميني عن فكره اقامه حوار مع الذات، اني اقدر اتكلم مع نفسي حتى لو بصوت عالي مش عيبه على فكره خالص، واعرف انا بحب ايه. لو خدتي بالك نوران قالت جمله مهمه قوي، انا وقفت واقفه مع نفسي شفت، رجعت شفت انا بحب ايه، وبعدين اتعلمت. هو ده النمط، انا بقف واقفه مع نفسي افتكر انا بحب ايه، بتعلم، لانه اي حاجه في الدنيا يا بتنمو يا بتموت. فاللي بيحصل لما بنخش في دوامه الحياه الغير متكرره خلاص انا مش بنمو والحمد لله لسه عايش. فانا عايش اكلينيكيا، فانا حاسه ان انا عايشه ومش عايشه. في من خبرتي الشخصيه كأم لطفلين بقالي 10 سنين متجوزه، ربنا يخليهم لك. ثانك يو، ربنا يخلي حضرتك. في الوقت ده هي مش متضايقه قوي، خلي بالك، لان في اهداف بتتحقق. انا حامل، انا هخلف، اكسايتد للخلفه، اكسايتد للحاجه، اكسايتد لكذا. شويه واحده واحده لما ترجع الحياه بقى تاني لفكره انه انا ما بقاش في دماغي حاجه غير البامبرز، غير الغيار، غير الاكل، غير المسح، غير وارجع لشغلي اللي انا اصلا ما كنتش حباه من الاول، اشتغلته لمجرد اني بحقق اهداف امبوزد عليا او مفروضه عليا من المجتمع. فانا فجاه انا مين وبعمل ايه هنا؟ انا صحيت من النوم في يوم قلت انا مين وبعمل ايه هنا؟ وبنتي دخلت عليا بتقول لي مامي، بقول لها مامي مين؟ انت مين؟ احنا فين؟ مامي مين تو مين؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انا كنت انا وقفت عند ال 21، يعني انا صحيت الصحيه دي وانا 28 اللي هو من خمس سنين. انا الذكرى عندي واقفه عند 21، كان قمه طموحي اوصل 21 ابقى كده كبرت واستقليت. فجاه فانا بقيت 28، معرفش معايا طفلين وما كنتش في مصر ساعتها، كان معايا طفلين وما بشتغلش وما فيش، مش عارفه انا مين. فبنسميها اكزيستنشال كرايسيس كده، فجاه اللي هو انا مين؟ فهي بتبتدي من واقفه مع نفسي انه طب انا مين بجد؟ يعني ورقه وقلم، سؤال، انا مين؟ انا بحب ايه؟ انا عايزه ايه؟ انا بحلم بايه؟ انا كنت بحلم بايه؟ انا كان نفسي حياتي يبقى شكلها ايه؟ خلينا نركز قوي. بصوا يا جماعه، هي قالت انا كم مره؟ انا ده معناه ان هي بتسال بجد عن ايه اللي بيسعدها لوحدها. بالظبط، مش هنزل اعمل شوبينج اروح اجيب طقم حلال اكل فيه انا وجوزي وعيالي. ده البنج بقى، ده البنج. انزل شوبينج ده البنج، اخرج مع صحابي ده البنج. لكن الحل الحقيقي بيبقى جوانا، ودي نقطه عايزه هايلايت، ان احنا دايما بنقول انا بدور على الحل، بدور على شغفي، بدور على مهمتي، بدور على رسالتي، هو كله هنا. طب وسط الصراع اللي انت بتكلميه ده، عشان انا لوهله كده حسيت ان انا وانت قاعدين جوه قلب البنت اللي بتسال الاسئله دي، لو البارتنر او شريك الحياه اللي موجود وسط الصراعات النفسيه اللي بتعيشيها دي، من وجهه نظره هو شايف ان انت بتعملي ايه؟ ما كله بيعمل كده. انت عارف البيت يا لوزه، يعني انا اللي طالع عيني بس. انا بتشتغل، انت عايز تشتغلي عشان انت عايزه تشتغلي، هتخلفي انت اللي عايزه تبقي بس أم. والله هقول حاجه، يعني عشان انا دي كانت بتتقال لي حقيقه، يعني قلبت عليها المواجع، عرفت خلاص حكايات بنات، عشان حتى المتخصصين اللي بتجيبهم من كتر ما القعده حلوه والكلام اني بيحسوا انه ايه ده، هو انا بطلت الحلقه ولا انت خبطتي في اللي عارفه. فعلا، يعني هي كانت بتتقال اللي هو يعني مش فاهم انت بتعملي ايه، بس العلاقه بتتبني على التواصل. بنكتشف انه الطرف الاخر هو ما بيبقاش قاصد يقولها استهزاء او تقليلا من اللي بتعمليه، قد ما هو فعلا مش فاهم، لان احنا كستات مش بنشتكي. يعني احنا مش من النوع اللي قعد الشخص جنبي وانا النهارده غسلته ومسحته وطبخته، انا اصلا من كتر ما انا تعبانه من كتر الحاجات اللي عملتها مش قادره اقولها، مش قادره ارصصها. يعني انا في مرحله التواصل مع زوجي في الفتره اللي كان فيها مس اندرستاندينج ده، كنت بجيب ورقه وامشي اكتب كل حاجه انا عملتها، عشان لما اجي بالليل اقول بس انا مش مقصود بيها اني اقول انه انا بعمل وبعمل، او اني ابقى بوضح بيها انه لا انا بص بمني عليهم او بمن بالظبط. هي المقصود بيها اكتر انه هي علاقه حسوبيه بس. احنا مع بعض، وهي دي اهميه التواصل. البنت اللي اتصلت وهي بتتكلم عن الرضا، هو فعلا مفتاح من مفاتيح الارتياح. وعندنا مسكونسبشن او مفهوم خاطئ انه معنى اني راضي اذا لا اطمح. انا ممكن ابقى موافقه بحياتي دلوقتي، والحمد لله، يعني طبعا الحمد لله على كل حاجه، بس تمام. لكن اطمح، يعني اطمح. انت عارفه اكتر مشكله بقابلها في شغلي ايه؟ ان احنا ما بيبقاش عندنا رؤيه. يعني انا متضايق ومش عاجب باني حياتي، عايزه اروح فين ما اعرفش.
طب ما انا لو حطيت انا عايزه اروح فين، يعني قلت لك انا دلوقتي تخيلي معايا احنا رايحين اسكندريه نبلبط في الميه وناكل اكله سمك، الانرجي بتاعتك انت رايحه تبقى عامله ازاي؟ متحمسه طبعا جدا. صح طبعا. لكن لو انا قاعده دلوقتي زهقانه وخدت العربيه نازله الف نص ساعه ساعه هذا اروح بيتنا تاني زهقانه اكتر مما كنت زهقانه، فلازم دايما يبقى عندي رؤيه انا عايزه اروح فين. فممكن تبتدي من هنا. لما قلتي التوهان، هي وقفت واقفه مع نفسها، اول حاجه قلت لنفسك ايه؟ ده حقيقه، قلت لا لازم اعرف انا بحب ايه، بكره ايه، لازم اشوف نفسي اعرف ايه اللي بيرضيني ايه اللي مش بيرضيني. لا الولاد كده كده معايا واخده بالي منهم، مش هتفرق ساعه او ساعتين في اليوم لنفسي. صح. اعمل اي حاجه، انزل الجيم، اجدد طاقتي، لان انا لما يبقى عندي الطاقه متجدده هقدر ادي الحب ده لاولادي، هقدر يبقى عندي كده فيب كده انرجي و يعني ساعه في اليوم، ساعه في اليوم قادره تظبط لي علاقاتي جدا. في جميع الاتجاهات، بولادي، ببيتي، بشغلي، المهم ان انا اعرف اسال نفسي اسئله واعرف اجاوب عليها. طيب لو هاخد روشتة منك سريعا كده، كركوره، اقول لك الكركوره ولا ايه؟ طبعا براحتك. لو هاخد منك روشتة سريعه كده في 30 ثانيه لست اوريدي متجوزه ومخلفه وشغاله وما بقاش ينفع ان هي تسيب الشغل عشان ماديا هي محتاجه لده، طبعا، وبقى عندها اولاد، وهنديها روشتة تعرف بيها هي بتحب ايه وازاي تعمل مي تايم او وقت خاص بيها. احتياجي للمي تايم هو ان انا اشحن طاقتي، انا عامله زي العربيه كده محتاجه احط بنزين. البنزين بيبقى عقلي وقلبي وروحي. فاعمل حاجات تفل عقلي، وتشيز اني بتعلم حاجه جديده لو حتى حاجه بسيطه. مش لازم افكر في التعليم ان هو اللي احنا كنا بناخده في المدرسه ده. لا اتعلم حاجه بحبها، اتعلم حاجه بايدي، ارسم، اتعلم حاجه بسيطه. الشغل اليدوي جميل. بالزبط. جميل، بيطلع كل الطاقه السلبيه. بيفصل كمان. بالظبط بالظبط. على فكره بالمناسبه ساعات كتير جدا المي تايم ده مش بالضروره كمان يعني التعليم ده حاجه من ضمن حاجات الكورسات. في ست تانية ممكن تقول لك انا نفسي انزل اخد كوبايه قهوه ان شاء الله في بنزينه واحس ان انا لوحدي ما عنديش اي حد شابك فيا. ده اسمه تامل. بالظبط. انا عايزه اسمع مزيكا، انا عايزه اقعد كده ابص للسقف، انا عايزه انام الساعه دي. كل واحده فينا المي تايم او الوقت الخاص بيها بيختلف بناء على تركيبتها ونشاتها وتربيتها والحاجات اللي هي بتحاول تتذكرها بعد ما عدى كذا سنه على جوازها. نورهان كريمين شرفتوني ونورتوني، وبجد انا مبسوطه جدا جدا بالفقره دي، واتمنى بجد من كل ست انها تلاقي وقت لنفسها الاول، تلاقي وقت تكلم نفسها، ولما تكلم نفسها تعرف ايه هيبسطها، ولما تعرف ايه اللي يبسطها ما تستخسرش في نفسها ساعه في اليوم عشان تقدر تشحن زي ما كريمين قالت وتفايت في الدنيا. هطلع فاصل سريع وارجع تاني من فضلكم، استنونا شويه يا زبادي.